مرحبا بكم مشاهدي بلقيس اينما كنتم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، نتابع فيها العمليه العسكريه التي اطلقها الجيش الوطني في صرواح. صرواح التي بقيت طوال عام ونصف من الحرب خارج سيطره الشرعيه على موعد مع التحرير من ميليشيا الحوثي والمخلوع. هذا ما تقوله العملية العسكرية التي أطلقها الجيش والمقاومة في المديرية لطرد الميليشيا من آخر جيوبها في مأرب ولتأمين تقدم قوات الشرعية إلى صنعاء وفتح مسار آخر للمرور إلى الموعد الأكبر العاصمة صنعاء. سبع وحدات عسكرية تابعة للجيش شاركت في الهجوم الذي يستهدف معاقل الميليشيا في صرواح، يضاف إلى ذلك عدد كبير من وحدات المقاومة الشعبية، وهو ما يوحي بضخامة العملية والهدف الذي يختلف هذه المرة عن غيرها من المرات السابقة التي شهدت فيها المديرية مواجهات مع الميليشيا هناك. تفاصيل العملية العسكرية في صرواح ودلالاتها في سياق المعركة الكبرى مع الميليشيا سيكون محور حديثنا هذا المساء في هذه الحلقة من زوايا الحدث، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل وليد البوكس. موسم العودة إلى صرواح، يجد الجيش الوطني نفسه مرغما على خوض معركة ربما أجلها كثيرا، فشق طريقه إلى جبال وتلال المديرية بعد أشهر من تأجيل تحريرها. سبعة ألوية جرى تجهيزها للاشتراك بعملية التحرير التي بدأت مبكرا، وشنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب هجوما واسعا ضد معاقل الميليشيا. كما نقل مراسل بلقيس إن معركة عنيفة شهدتها الجبهة استخدم فيها الجيش جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. تأخذ أهمية تحرير صرواح كونها آخر معاقل الجماعة المتمردة في المحافظة وأيضا أكبر المديريات في مأرب. التحضير الذي سبق هذه المعركة يكشف إلى أي مدى يعتزم الجيش تطهيرها نهائيا مما تبقى من عناصر الميليشيا. لغز صرواح يبدو بمثابة فتح بوابة جديدة إلى صنعاء عبر اتصالها بمديرية خولان، وهذه أيضا ميزة تتمتع بها المديرية الاستراتيجية والتي يقول البعض عنها إنها المديرية العسكرية، إذ تحتوي على أكبر ترسانة أسلحة في المحافظة، كما تنتسب إليها أكبر قبائل مأرب وهي جهم. إذن لا تبدو العودة إلى صرواح بالأمر السهل في ظل تمركز الميليشيا فيها واستخدامها منطقة عمليات عسكرية خلال سنة ونصف من الحرب، لكن أهم القرارات بحقها ربما حسمتها السلطات في المحافظة وعزمت على تخليصها نهائيا حتى يجري تأمينها كاملة، فلا يمكن أن تبقى محافظة كمأرب محررة بالكامل ومكشوفة الظهر غربا. نبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث، ونحن نتحدث عن معركة تحرير صرواح مع مساعد رئيس هيئة الأركان العميد أحمد محمد القردعي. أهلا بك سيادة العميد. مرحبا، أهلا وسهلا بكم أخي. سيادة العميد، في البداية لو تضعنا في آخر التطورات الميدانية في معركة صرواح الآن. والله الحمد لله بعون الله وبمشيئته إننا اليوم كنا في مشارف مدينة صرواح التاريخية، كنا نحن والأخ رئيس هيئة الأركان والأخ قائد المنطقة الثالثة والأبطال من الجيش الوطني والمقاومة، حققنا بعون الله انتصارات جيدة، ولا زالت المعارك جارية في تطوير الهجوم لتحرير صرواح تحريرا كاملا. لأهمية هذه المنطقة من كل النواحي، أولا أنها بالسيطرة عليها ستصبح المنطقة في أمان من أسلحة العدو والانقلابيين التي يستخدموها باتجاه مأرب. المعارك الآن هي لازالت جارية، ولكن هناك تقدم وهناك تضحيات. طيب، في نقطة التقدم
سيادة العميد، المعركة مستمرة وهناك تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة. ما الذي تم، أهم المواقع التي تم السيطرة عليها حتى الآن من قبل المقاومة وقوات الجيش؟ طبعا الآن قواتنا مشرفة الآن على تحرير منطقة المطار. طبعا هذه هي الميسرة لصرواح، والتقدم من هذا الاتجاه له عدة أهداف. عندما يتم السيطرة على هذه المنطقة سوف يصبح حيلان وبقية من هم موجودين فيه معزولين، وأيضا من كانوا في المخدرة، وسيكون هناك توجه الهجوم من منطقة أخرى مساعدا للتقدم من المنطقة الرئيسية هنا. وأبشرك أن فيه انتصارات ساحقة بعون الله. وهذه العمليات طبعا إنها بعد أن أصبح من الحوثيين والإنقلابيين تعنت ورفضا للحلول السلمية، فأصبح الذي لابد منه، وبعد زيارة الأخ نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للوحدات في مأرب وللجبهات، تم هناك إعداد خطط أساسية وبدائية. اليوم نبدأ بصرواح وسنتجه إن شاء الله في الاتجاه نحو صنعاء بإذن الله عن طريق الخولان، يعني فتح طريق آخر إلى العاصمة صنعاء هو أيضا ضمن أهداف هذه المعركة الآن. طبعا بالنسبة كعسكريين لا نقدر إن احنا نقول أين الطريق ومن فين سنأتي العدو، إنما هناك الهدف الأساسي وهو التوجه لتحرير العاصمة صنعاء ودحر الإنقلابيين. طيب، تحدثت عن أهمية مدينة أو مديرية صرواح، هي آخر معاقل التي حتى الآن هي تحت سيطرة الإنقلابيين، أيضا هي من أكبر المديريات، وهناك أهمية أخرى تكتسبها هذه المديرية. ويطرح دائما سؤال عندما نتحدث عن معارك في مأرب، لماذا التأخر في حسم معركة صرواح حتى الآن؟ ما الأسباب؟ حقيقة أنه التعويل على المحادثات هو الأساس الذي أخر القوة من التوجه للحسم. نحن يمنيين والدم من شرايين واحدة، نتمنى أن تأتي هناك حلول سلمية، ولكن صلف الإنقلابيين طبعا هو الذي جعلنا نيأس من الحلول، ونحن قادرون أننا نوجد الحلول بالحسم العسكري. طيب سيادة العميد، نتحدث عن قوات للجيش الوطني تقريبا 7 وحدات عسكرية، وأيضا قوات من المقاومة الشعبية وأفراد، ربما يعني عدد ضخم في هذه المعركة. ما تقديركم بالنسبة لقوة الميليشيا في صرواح؟ وهل هذه القوة الآن التي تخوض معركة التحرير، قوات الجيش والمقاومة، هل هي قادرة هذه المرة على طرد الميليشيا من صرواح؟ أخي بالنسبة للمأرب يجب أن تفهم أنت وكل الإخوان أنه تم تأسيس جيش وطني مدرب مدعم بالأسلحة، والمعارك التي تحدث لم نستخدم قواتنا ككل، ولكننا عندما أصبحنا من الضروري أن نحرر صنعاء فسنستخدم كل ما نستطيع من جمعة من قوة. وأؤكد لك أنه لم يكونوا زي ما أنت تكلمت قبل قليل، أنه إنها قواتنا كلها شاركت في هذه المعركة. الجبهات الآن في إطار خطة عملياتية، سوف تقوم بعمليات تبهر العدو الذي فكر أننا
لن نستطيع أن نهزمه. نحن كلما تأخرنا هو التعويل على الحلول السلمية، ولكن الآن هذا واضح سيادة العميد وأشرت إليها أكثر من مرة. طيب بالنسبة لقوات التحالف العربي، الأخبار تتحدث عن سقوط أحد أفراد القوات الإماراتية، هم مشاركين في هذه المعركة معكم، لكن ماذا عن حجم وطبيعة هذه القوات المشاركة بالنسبة للتحالف العربي؟ طبعا بالنسبة للأخوان التحالف لم يقصروا وبيؤدوا واجبهم في إطار العمليات القتالية الجوية، و ما حدث هو أحد الضباط وواحد جريح، وطبعا المعارك هي وجودها رجال، لم تكون هنا لم يكن هناك إنها من أتى الحرب إنه سوف يسلم، قدموا وما قصروا من أول يوم تضحيات الإخوان الإماراتيين والإخوان السعوديين، ولم يقصروا معنا التحالف، ونحن في صف واحد وفي خندق واحد. شكرا جزيلا لك مساعد رئيس هيئة الأركان العميد أحمد محمد القردعي، كنت معنا لإطلاعنا عن آخر تطورات ومجريات المعركة تحرير صرواح. شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من مأرب القيادي في المقاومة الشعبية محمد اليوسفي، أهلا بك أخي محمد. مرحبا وسهلا. الجيش والمقاومة اليوم يطلقون معركة تحرير صرواح، هل نستطيع القول أن هذه المعركة فعليا ستنتهي بتحرير المديرية أم أنها كسابقاتها ربما تتوقف عند السيطرة على بعض المناطق؟ الحقيقة جاءت المعركة اليوم في مديرية صرواح إعدادات مسبقة منذ وقت مبكر، الأمور مبشرة بخير، المعركة لا زالت تدور إلى هذه الساعة، إحكام السيطرة على المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية اللي داخل مديرية صرواح الآن تحت سيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني، والأمور تسير في هذا الاتجاه والمعركة مستمرة. طبيعة المعركة هذه لم تختلف عن سابقاتها الكثر، كانت هناك معارك كثيرة دارت في هذه المنطقة، المنطقة قد تكون المنطقة التضارية الجغرافية قد تكون كانت عائق، حيث أنها منطقة جبلية وعلى أطرافها تكون الجبال مداخلها الشمالية والشرقية الجنوبية جبلية، لكن توجد هناك وديان وأودية متعددة وأرض مستوية فيما بعد، ستصل إليها إن شاء الله خلال الساعات القادمة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتستطيع التمركز فيها وحماية الظهر ثم تدخل إلى منطقة صرواح، لأن المواجهات هي الآن لا زالت مستمرة. هناك إن شاء الله خلال الساعات كما قلنا القادمة ستكون سيطرة على هذه المرتفعات وخاصة المنطقة الجنوبية والشرقية، ستساعد كثيرا في الدخول إلى عمق صرواح. استمرار المعركة إلى هذه الساعة إلى هذا الوقت طبيعة عمل مراحل متعددة، تكون المرحلة الأولى هي السيطرة على المرتفعات، المرحلة الثانية الدخول إلى عمق مديرية صرواح إلى مركز المدينة. يبدو أنك بدأت تشرح في خطة المعركة، لكن سؤالي الآن عن ما الذي يجعل هذه العملية، أقصد عملية صرواح هذه المرة، مختلفة عن سابقاتها؟ لا، من عدة نواحي، قد تكون عدة نواحي من هذه النواحي. أول شيء مكان الهجوم، وقت الهجوم، الإعداد المسبق، مواصلة الهجوم، محاولة تقليص الجبهة من عدة جبهات كما كانت الجبهات السابقة من هيلان إلى المشجح إلى المخدرة، الآن تتركز المواجهات في منطقة أول مرة تحدث فيها المواجهات، يعني كانت عبارة عن مباغتة والتفاف للميليشيات، فكانت أمور مبشرة بخير. كانت المعارك السابقة تدور إلى 3-4 ساعات ثم تتوقف المواجهات، اليوم نحن أمام مرحلة طويلة لإحكام السيطرة، وهي قد تكون معركة حسم صرواح وما بعد صرواح إن شاء الله. لأي اعتبارات في المرات السابقة كان يتم توقيف المعركة؟ لاعتبارات قبلية، وساطات، أم ماذا؟ لا توجد وساطات قبلية، إنما كان كما قلت كانت أهم نقطة هي تضارية المنطقة. استطاعت الميليشيات أن تركز جهودها في المدخل الشرقي لصرواح في منطقة الأشكري ومنطقة الحمراء، فكانت هذه المنطقتين هي من يحاول أن يمسك المنطقة لا يستطيع السيطرة على صرواح، كانت الميليشيات تستميت على هذه المنطقة، وحصلت
يعني قتلى كثير في جوانبهم في هذه المنطقة، هم مستميتين على هذه المناطق. طيب القيادة في المقاومة الشعبية محمد اليوسفي، سأعود لك، أستأذنك فقط نشرك الأستاذ يحيى الأحمدي الصحفي معنا في هذه الحلقة. أستاذ يحيى أهلا بك. أهلا بك أخي سامي وأهلا بمشاهدي قناة بلفيز، مرحبا. أستاذ يحيى، وفق متابعاتك لما يحدث الآن في صرواح والأخبار التي كانت تحدث عن التحضير لهذه المعركة، من وجهة نظرك ما الذي يجعل هذه المرة مختلفة عن سابقاتها؟ بالضبط أخي الكريم، اليوم يعني المعركة التي تجري الآن في صرواح وأنا أتحدث إليه تم الترتيب لها منذ وقت مبكر، ويشرف عليها ضباط كبار في الجيش، ويتواجدون حتى في ربما في مناطق قريبة جدا من مسرح العمليات. انطلقت مساء الأمس الجيش الوطني بمساندة المقاومة الشعبية وأيضا مقاتلات التحالف العربي تعزز وتشارك في هذه الحملة. أيضا اللواء 14 مدرع، وهو لواء مدرب بأحدث التدريبات وأيضا التجهيزات القتالية، يشارك في هذه المعركة. أيضا اللافت في هذه المعركة أيضا أن أيضا حتى تتحدث المصادر أن شهيد من الإمارات العربية المتحدة من الأشقاء، وأيضا جريح، يعني ما يؤكد أن هذه المعركة لا يمكن أن تكون عبارة عن التفاف على تبة أو تبتين. هناك تحرير كثير من المواقع التي كان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد حررهما في الأيام الماضية، لكن هذه المرة استعاد هذه المواقع ويواصل الزحزاح. في المرة الماضية يحدث أن يكون هناك هجوم إلى حد معين أو استرداد مواقع معينة ثم يكون الانسحاب، لكن هذه المرة العملية مستمرة حتى هذه اللحظة منذ الأمس، ما يدل على أن الجيش الوطني الذي أيضا حقق اليوم انتصار كبير ويعني نفذ عملية التفاف ذكية لتمركز ميليشيات الحوثي والمخلوع، ويعني أوقع في هذه القوات وفي المواقع خسائر كبيرة، سواء كان في العتاد أو في. طيب أستاذ يحيى، بالنسبة للمعركة الكبرى الآن ضد الانقلابيين، أهمية معركة صرواح وصرواح كموقع؟ بالضبط، يعني معركة صرواح نحن نعلم أن صرواح هذه العام الماضي تقريبا تم الدخول إلى وسط سوق صرواح، ولكن حصل انسحابات كما ذكر ضيفك قبل قليل، لأنه صرواح ربما الذي يشاهد هذه المدينة أو يشاهد هذه المنطقة يعرف مدى صعوبة ووعورة هذه الجبال القاحلة والشاهقة التي تجعل من المعركة طويلة المدى، وأيضا كثافة الألغام المزروعة، وأيضا حتى السكان، ربما هناك بعض من السكان الذين ربما إذا جاز التعبير نقول بأنهم أشبه بالدروع البشرية التي يتستر خلفها الحوثيون ويعني بقايا وأيضا حتى من أفراد الحرس، كل هؤلاء الذين يتواجدون في هذه المنطقة بما فيهم من أبناء المنطقة، أيضا بعضهم كما معلوم عن مبارك المشن و غيرهم من القيادات التي تشارك في صفوف الحوثي، ربما هذه كلها يعني مجموعه في مجموعها كانت تحول دون تقدم الجيش الى مسافات متقدمه، لكن اليوم اظن بان الصوره ربما تتضح اكثر في الساعات القادمه، لا سيما ونحن نتحدث عن انهيارات متسارعه وفرار عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع مخلفين وراءهم عشرات القتلى وايضا المعدات العسكريه، هذا يدل على ان هناك ربما هذه المعركة لم تكن كسابقتها من حيث التوقيت ومن حيث التقدم السريع ومن حيث المباغتة المباشرة التي أحدثت خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات والانقلابيين بشكل عام وأيضا استمرارها حتى هذه اللحظة. نعم. طيب أستاذ يحيى الأحمدي، ستبقى معنا أيضا في هذه الحلقة من زوايا الحدث، لكن أعود مرة أخرى للقيادة في المقاومة الشعبية محمد اليوسفي. طيب يبدو أن هناك مشكلة في التواصل معه، سنعود للتواصل معه. أعود مرة أخرى للأستاذ يحيى الأحمد. أستاذ يحيى، تحدثت عن أهمية صرواح، لكن بالنسبة لمعركة صنعاء، أهمية معركة صرواح في هذا الاتجاه، يعني هناك الحديث الآن أنه ربما الرغبة في فتح طريق آخر عن طريق خولان. نعم، دعني أستدرك في مسألة أهمية صرواح، ربما لم يتضح للسؤال، لكن صروح لها أهمية كبيرة واستراتيجية بالنسبة للجيش الوطني، كون هذه المنطقة تسهل أو تشكل مرور آمن للميليشيات إلى جبل هيلان. هذا الجبل الذي هو عبارة عن سلسلة جبلية تمتد إلى مسافة طويلة جدا
تسهل مدينة صرواح لهذه الميليشيات أن تصعد إلى الجبل وثم من ثم تستهدف المدن والأحياء السكنية في محافظة مأرب كما شاهدنا آخرها في الأيام الماضية سواء كان في رمضان أو ما بعد ذلك. هذه فيما لو يعني أحكم الجيش الوطني والمقاومة مسنودا بالمقاومة الشعبية وبمشاركة قوى تحالف السيطرة وتطهير هذه المدينة سيكون بإمكان الجيش الوطني أن يتحدث عن تطهير جبل هيلان وأن تصبح المعركة المهمة وهي يعني الوصول إلى أمانة العاصمة. فيما يحدث في صنعاء اليوم كان هناك قبل ساعات استهداف لمواقع للحوثيين وقوات صالح وأيضا تعزيزات عسكرية بثلاث غارات كانت إصابة مباشرة في صفوف الانقلابيين. والجيش الوطني يستعد يعني كما هو معتاد بأنه هذه الجبال أيضا التي في نهم لو احنا نتحدث عن جبهة نهم لعل المشاهد الكريم لا يعي ما معنى جبهة نهم. جبهة نهم هي ممتدة من الفرضة الميمنة حتى الجوف ومن الفرضة الميسرة حتى مديرية خولة الماي يعني جبال. أستاذ يحيى استاذنك فقط سأعود إليك لكن حتى نستفيد من الوقت أعود مرة أخرى للقيادة في المقاومة الشعبية من مأرب محمد اليوسفي. أهلا بك أخي محمد من جديد. كنت أتحدث قبل قليل مع الأخ يحيى الأحمدي الصحفي عن أهمية صرواح ضمن العملية الكبرى التي تدور حاليا مع الإنقلابيين. بالنسبة لكم في المقاومة الشعبية ما أهمية صرواح وما هي الأهداف بالنسبة لكم التي لابد من إتمامها في خضم أو ضمن المعركة الجارية وفتح طريق أو منفذ آخر إلى صنعاء؟ أهمية صرواح بالنسبة لنا في محافظة مأرب أنها المديرية أساسها من ناحية عدد السكان بالنسبة إلى محافظة مأرب، أيضا هي البوابة الغربية للمحافظة على الطريق الأقرب إلى صنعاء. الطريق الأقرب إلى صنعاء من هنا من من من, من مركز المدينة باتجاه صرواح هي أقرب 130 كيلو قد تكون. فهذه الأهمية أهمية صرواح بالنسبة لنا كمقاومة وطريق آخر يمكن الوصول منه إلى مديرية صرواح. ومديرية صرواح ايضا هناك ثنتين مديريتين اخرى حريب القراميش بدبده، هذولا اكثر اهلها وابنائها هم مقاتلين داخل جبهات صرواح كقبيله جهم وبني جبر بل وخلان لهم هذولا لهم في منطقه مارب متواجدين هنا وعانوا كثيرا من تسلط الميليشيات. قد تكون اكثر مناطق صرواح اليوم اهلها مهجرين، فمن هنا تاتي الاهميه اننا نحرر هذه المحافظه. هذه المحافظه يمكن المتبقيات المديريات الغربيه عفوا ستتحرر ويعود أهلها وأهلها هم إلى المقاومة وموجودين في صفوف المقاومة والجيش الوطنية. أهميتها أنها ستفتح لنا المديريات المتبقية. هذه المديريات المتبقية بدأ حريب القراميش مناطق أقرب أيضا إلى العاصمة صنعاء. هذه المناطق عند الجيش الوطني والمقاومة الشعبية عندما يحرروا منطقة الحاضنة الاجتماعية في هذه المديريات تنضم إلى المقاومة الوطنية إلى المقاومة الشعبية إلى الجيش الوطني ويكون هم أهل الأرض الذين هم مساعدين لكل العمليات المتلاحقة في هذه المناطق. مثل اليوم في عندك المديرية المتبقية فهمت من حديثك حريب والقراميش، أم هناك مديريات أخرى أيضا؟ بدبده مديرية بدبده أيضا تتبع لقبيلة بني جبر الذين هم على امتداد قبائل خولان الذين امتدون إلى مشارف العاصمة صنعاء. مناطق خولان تصل إلى فهنا حاضنة اجتماعية ممتازة لدى المقاومة والجيش الوطني، مشاركين موجودين في الجيش الوطني في المقاومة الشعبية. واجب على المقاومة الشعبية والجيش الوطني أن يساندوا أبناء هذه القبائل حتى تتحرر أرضهم وهم ذخرا للمقاومة وللجيش الوطني بل ولمن كله، وهم على مقدمة الصفوف موجودين. هذه أهميتها لنا كواجب في المقاومة والجيش الوطني أننا نكون الأقرب إلى أبناء هذه. طيب أخي محمد ربما توافق معك الصحفي يحيى الأحمدي في موضوع أنه من الصعوبات والأسباب التي كانت تحول دون إتمام معركة صرواح موضوع صعوبة التضاريس وأيضا كثافة الألغام المزروعة من قبل الميليشيا. من خلال الإمكانية اليوم المتاحة والمتوفرة في أيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة، هل يمكن الحديث عن أن هذه القوات والإمكانية المتواجدة معهم والحاضرة لديهم هي قادرة على حسم المعركة؟ بلا شك. الحمد لله اليوم كنا نعاني في السابق في المقاومة قبل أن تشكل الجيش الوطني ويعود إلى المواجهات، واليوم مشارك بقوة.
كنا نعاني من شح الامكانيات وقلها. اليوم الحمد لله الامكانيات متوفره مع الجيش الوطني مع قوات التحالف الموجودين معنا على الارض، المقاومه الشعبيه ما لديها من امكانيات توفرها كلها لهذه المنطقه. العجيب اليوم ذكرت الالغام هناك 5 قتلى من الميليشيات اليوم اثناء ما المعركه بدات تشتغل والناس يتقدموا، 5 اشخاص من الميليشيات يقوموا بتلغيم المناطق يعني في حاله هستيريه يعني استهدفوا بكل بساطه. فهوس الالغام وزرع الالغام اليوم الشباب من اول كان عندنا قبل السابق لدينا اشكاليه في الالغام، اليوم المقاومه والجيش الوطني لا تعيقهم الالغام، اليوم يطلق عليها رصاص من السلاح الالي ويقرح الالغام وهو يمشي، لم تصبح يعني معاناه، اصبحت الالغام شيء عادي عند لدى المقاومه والجيش الوطني. طيب ما تسبب لنا اي اشكاليه اليوم. ابرز الصعوبات امامكم في معركه صرواح اذا ما هي؟ نعم، ابرز الصعوبات الان امامكم في معركه صرواح اذا تقول ان موضوع الغام ربما تجاوزتموه ايضا بالامكانيات، تجاوزتوا موضوع صعوبه التضاريس؟ الامكانيات موجوده، التضاريس ايضا هي عايق طبيعه المنطقه جبليه، دائما المناطق الجبليه هي 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 مناطق جبليه منها من من يعني تكون بهمم الرجال وبالتقدم المستمر بمواصله المعركه ابتكار طرق ومداخل كثيرة، مداخل كثيرة لا نعدم الوسائل، وسائل الإمكانيات موجودة، نمنع ابتكار وسائل للاستفافات والسيطرة على مناطق العدو وعلى منطقة صرواح. أيضا تأتي أهميتها من أن تعتبرها الميليشيات هي أول منطقة دارت فيها الحرب مع المقاومة الشعبية، عندما كانت المقاومة الشعبية والقبائل بأدواتهم البسيطة يعتبر هذه المنطقة من الواجب عليه أن يبقى فيها، الواجب عليه أن يقاتل فيها، وهي المنطقة التي كسرت أول شوكة للميليشيات في محافظة مارب قبل سنة ونصف. فإن شاء الله الأمور مسهلة كثير. شكرا جزيلا لك. الأمور تيسرت كثير بإذن الله. القيادي في المقاومة الشعبي محمد اليوسفي كنت معنا من مارب، شكرا جزيلا لك. أعود وأختم هذه الحلقة بالسؤال الأخير مع الأستاذ يحيى الأحمدي الصحفي إذا كان ما زال معنا على الخط. أستاذ يحيى. نعم. أستاذ يحيى، إذا صرواح بدأت فيها المعارك في جبهة مارب مع الميليشيا، اليوم هي آخر المعاقل وآخر المعارك في مارب. أستاذ يحيى، فقدنا الاتصال بالصحفي يحيى الأحمدي كان معنا لمناقشة موضوع هذه الحلقة، يبدو أننا وصلنا إلى نهايتها، لم يعد لدينا سوى دقيقة واحدة ربما ستكون لتوديعكم، ونعود لنتواصل في حلقات أخرى من زوايا الحدث. في أمان الله.